وللمزيد من المتابعه ينضم الينا الان الدكتور خيري عبد الحميد وكيل كليه الطب جامعه الازهر. دكتور خيري، بدايه اهلا بحضرتك. والان الكل عندما يتحدث عن كورونا يتحدث ايضا عن اللقاح والفاكسينات والتطعيمات. نريد ان نسمع من حضرتك عن هذه التطعيمات، وكان ايضا هناك جوله مع مراسلينا عن سهوله اخذ التطعيمات وايضا المتابعه التي تقوم بها وزاره الصحه. نريد ان نعرف من حضرتك ايضا عن وجهه نظرك عن هذه التطعيمات. اليك. اهلا وسهلا، صباح الخير. صباح النور. وحضرتك الحمد لله، يعني احنا نعتبر في طفره علميه في هذه الايام، ان احنا بعد تقريبا حوالي سنة وخمس شهور أو سنة وأربع شهور من بداية أزمة كورونا في مصر، قدرنا نوفر لقاح وتطعيم ضد فيروس كورونا اللي هو عامل لنا أزمة على مستوى الدولة وعلى مستوى العالم. كود اللقاح يظهر في فترة زمنية قصيرة جدا وخد أبروفل أو ترخيص كأنه يستخدم في حالة طوارئ نظرا لانتشار الوباء وبصورة عالية جدا. هذا يعتبر تطور كبير جدا. النقطة الثانية اللي عايزين نتكلم عليها، الناس قبل ظهور اللقاح كانت بتطالب الدولة والعالم كله على جميع المستويات ان عجزوا عن ايجاد لقاح. دلوقتي اللقاح بقى موجود، وللاسف الناس بتسجل انها تاخد اللقاح، وبعد ما بيسجل وقت ما يتصلوا بيه بيرفضوا يروحوا. البعض بيعمل كده فعلا. منطق؟ لا، ده مش البعض، ده الغالبيه. احنا عندنا نسبه الناس اللي متطعمه في مصر ضعيفه جدا مقارنه بالدول الاخرى، يعني السعوديه تم لا، ومقارنه ايضا دكتور خيري بان فعلا في لقاحات موجوده في مصر. وبعد السكان انا دلوقتي عندي يعني السايد فارم موجود والاسترازينيكا موجود. احنا الدوله ادت ترخيص لخمس انواع من اللقاحات في مصر، اخرهم ساينوفاك اللي خد الترخيص الاسبوع اللي فات، يوم الاثنين اللي قبل اللي فات، يعني بقى له 9 ايام او 10 ايام. ده اخر لقاح تم ترخيصه من هيئه الادويه المصريه. يبقى كده الدوله بتقدر بتعمل اللي عليها وبتعمل الابحاث المطلوبه وبتقدر تدي الترخيص للقاح يتداول ما بين المواطنين والمواطنين بتعزف. مفيش حاجه من صنع البشر تخص الطب الا ولها مضاعفات واثار جانبيه. أنا لما يكون حتى أي تطعيم من دول واتيفر النوع بتاعه الموجود وبيحصل منه حالة أو حالتين في المليون يحصل فيها مضاعفات، ده أفضل من إني ما أخدش خالص والمليون ده يتعرض منهم للإصابة الفعلية مثلا نسبة عالية جدا، وأنا لو ما أخدتش تطعيم كم واحد هياخد الإصابة بالفعل؟ وإن خد الإصابة وهو واخد التطعيم الأعراض بتبقى أقل حدة، ببقى مسيطر على الأعراض ومسيطر على المرض. طب لما اخد واخد حمايه حتى لو حمايه جزئيه مع نسبه اثار جانبيه او مضاعفات عدد لا يذكر بالنسبه للمليون، لما يكون واحد او اثنين في المليون زي ما بيثار او ثلاثه في المليون على بعض اللقاحات، هل هم دول يمنعوا المليون ياخدوا؟ طب ما هو المليون لو ما خدوش التطعيم كام واحد منهم هيصاب؟ مش اثنين ولا ثلاثه، ده الاف هتتعدي. يبقى لما اتكلم بمنطق وبحسابات. التطعيم ليه مضاعفات؟ نعم، لكن دكتور استاذن حضرتك في امر جداً. دكتور خيري استاذن حضرتك في امر، يعني حضرتك بتتكلم على شقين، شق مجتمعي وهو منع انتشار هذا الفيروس، وشق شخصي في ان باخذي للتطعيم حتى ان اصبت بكورونا فستكون الاثار الخاصه بها والاعراض طفيفه ليست قاتله يعني باختصار. لكن خلينا نركز اكثر على فكره الجانب الشخصي، ربما يعني من يسمعنا ويقول الجانب المجتمعي لا اهتم ان كان الفيروس ينتشر ام لا، هناك البعض من الممكن ان يقول هذا الامر، لكن خلينا نركز على الموضوع الشخصي ايضا مع ان الجانب المجتمعي مهم، لكن خلينا نتكلم على الموضوع الشخصي. نعم استاذ دعاء، الموضوعين مرتبطين ببعض طبعا. ما هو انا جزء من المجتمع، انا جزء من المجتمع، يعني انا دلوقتي لما اوصل لما يحصل لي اصابه لا قدر الله وفي اثناء فتره الحضانه بتاعت المرض معليش اعراض وماشي في المجتمع في الشارع في المدرسه في الكليه في المستشفى بتاعتي في المؤسسه وماشي بدون اعراض، هو انا مش عمال اوزع مرض؟ دكتور خيري طبعا كلام حضرتك صح 100%، لكن انا دلوقتي بكلم حضرتك على الناس المتخوفه، الناس المتخوفه ربما يقولون
يعني لماذا أتعرض لمثل هذا الأمر من أجل المجتمع؟ لكن عايزين نركز كمان أن الموضوع مش بس من أجل المجتمع، الموضوع من أجل المجتمع ومن أجل الشخص، من أجل نفسه هو. معلش لما بنقول أن أي تطعيم بيتاخد زي ما أطلق كده، قال لك 2 في المليون بيحصل لهم غلطات، وفي التطعيم الثاني 3 في المليون بيحصل لهم غلطات. طب أنا لما أكون يعني أنا هو أنا يعني هتصادف إن أنا الواحدة والاثنين اللي في المليون اللي ممكن تيجي فيا؟ طب ما أنا حميت نفسي مليون مرة. طبعًا طبعًا. فهماني حضرتك؟ طبعًا. حميت نفسي مليون مرة وخايف من مرة أو مرتين خطرة إن أنا اللي لا قدر الله خد قدري، والحمد لله مجرد ما الناس بتاخد تطعيم بتاخد مضادات السيولة، ياخدوا علاج السيولة معاهم تحت كإجراء وقائي. احتياط. عادي مثلًا ياخد أسبرين للأطفال. أسبرين الأطفال اللي كلنا تقريبا بسبب الناس اللي عندها الضغط أو عندها القلب تقريبا معظم الشعب ماشي على أسبرين الأطفال، هو مجرد مشيانه على أسبرين الأطفال لعلاج المرض المزمن اللي عنده حماية ليه من إنه يحصل جلطات حتى لو خد الفاكسين. نعم. بنسبة 1 أو 2 في المليون، ولما يكون معرض للإصابة مليون مرة. نعم، هي مشكلة كمان دكتور خيري تناقل الأحاديث، يعني عندما تتحدث عن التطعيمات ربما تكون موجود في جلسة هناك الكثير يقول لقد أخذت التطعيم، أنا سعيد جدا بأنني الآن ملقح ضد فيروس كورونا. عندما تجلس مع آخرين يقولون هناك تخوفات كذا وكذا وكذا، فتجد أن هناك نوع من أنواع التردد. لكن زي ما حضرتك ذكرت أن هناك أمرين مهمين جدا، أن هناك أمران مهمين جدا، وهو الفكرة الشخصية أنني فعلت ما علي تجاه نفسي، حصنت نفسي تجاه هذا الفيروس، والفكرة الأخرى الأكثر يعني انتشارا وهي الفكرة المجتمعية، أننا أيضا نحافظ على المجتمع ونستطيع أن نوقف انتشار هذا الفيروس نتيجة لأخذ التطعيمات. دكتور خيري عبد الحميد وكيل، ممكن أقول بس مداخلة بسيطة؟ اتفضل. عندنا المضادات الحيوية منتشرة كلنا بناخدها، صح؟ نعم يعني طبعا. أي حد عنده سخونية، عنده التهاب، في جزء في جسمه بيروح للدكتور، وفي ناس بتروح للصيدليه من غير ما يروح للدكتور ياخد مضاد حيوي. ايه ضمانك ان انت ما عندكش حساسيه للمضاد الحيوي دي؟ ولا قدر الله ممكن يحصل حاله وفاه مجرد ما ياخده ولا هو عنده حساسيه. نعم نعم نعم. مع ان نسبه التحسس من المضادات الحيويه اعلى بكثير من نسبه الجلطات اللي بتيجي بعد التطعيم. وصلت الفكره يا دكتور خيري. دكتور خيري عبد الحميد وكيل كليه الطب جامعه الازهر، جزيل الشكر لحضرتك.